السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن حاجة تخص شخصيتك، تخص الجاذبية بتاعتك، تخص اللي هو ايه البريزنس بتاعك اللي هو حضورك. حاجة كده ما بنهتمش بيها كتير، وبلاحظ في ناس كتير قوي في الثقافة المصرية ما بيهتموش بحاجة اسمها الساعات، الساعة اللي في الايد. لو انت واحد لسه جديد لانج مش فاهم اي حاجة في الساعات، حاول تتفرج على الفيديو ده لاخره، ممكن تستفيد بحاجة، وممكن كمان تستفيد انك ممكن تشتري ساعة كويسة باسعار قليلة، وفي نفس الوقت تبقى شيك في كل حاجة، في كل المناسبات، مش بتكلم عن المناسبة. المهم هنتكلم عن الساعة الجي شوك، وليكن انا هتكلم عن موديل مشهور جدا، بتشوفه جدا جدا في يعني في حضارتنا المصرية هنا او في مصر كده عموما، اسمه جي شوك جي اي 100. جي اي 100 دي ده موديل ستاندرد كده في جي شوك، كويس قوي، قياسي كده، الناس ممكن تلبسه. الساعة دي اولا نتكلم عن المواصفات بتاعتها. مواصفاتها ان هي مصنوعة من مادة اسمها الريزن. الريزن دي مادة ابزوربر، شوك ابزوربر، اللي هي بتمتص الصدمات، ان هي ممكن ترزعها في الحيطة وترد عادي والساعة تكون شغالة. لو حضرتك دخلت، انا ممكن احط لينك في التورتشر تيست اللي هو حاجه اسمها تمزيق الساعه، اللي هو تعذيب الساعه بمعنى صح. الساعه بيحطوها في ميه سخنه بتغلي، ميه بتغلي، وبيسيبوها، بيحطوها في ميه بتغلي وتتساب لمده 5 دقايق ولا 3 دقايق وتطلع تكون شغاله، تتحط في الفريزر تتجمد خالص تطلع تكون شغاله، تترمي في عمق 200 متر. 200 متر 200 متر دي حوالي 3 4 عمارات فوق بعض. يعني لو جينا مثلا حسبنا ان العماره 7 ادوار، قول مثلا الدور 3 متر، 3 في 7 21، لا ده كتير، ده لسه قدامنا شويه. يعني فاهم قصدي ايه؟ ان هي اولا ممكن تنزل بيها ميه، ممكن تلبسها، يعني ممكن لو انت مثلا اعمالك اعمال شاقه زي مهندس مثلا مدني، زي حاجات مثلا فيها حركه كتير، فيها رمل، فيها تراب، الساعه تلبسها. الساعه ممكن تنزل بيها حمام سباحه، او ممكن تنزل تعوم بيها في البحر. الساعه جي شوك دي من ضمن السلوجن بتاعها او من الشعارات بتاعتها، الساعه التي لا يقهرها الزمن، ما بيجيش عليها الزمن. يعني ممكن الساعه دي تقعد معاك 20 سنة. تخيل 20 سنة. في ساعات جي شوك من سنة 91 و90 و95 لسه عايشة لحد دلوقتي، ولسه قوية وشغالة. ساعة ما تخافش عليها. اللي انا بتكلم فيه ده هو الفيديو ده عموما مش فيديو تجاري ولا حاجة، بس انا حابب اتكلم عن الساعات، اتكلم عن حاجة تمثل شخصيتك. زي مثلا ما الناس بتدفع مثلا 500 جنيه و1000 جنيه و2000 وهكذا في جزم، في جزمة واحدة، وبناطيل يدفع 500 جنيه وجواكت وهكذا، ويستخسر على ساعة يقول لك لا انا اخري فيها 200 جنيه. احنا بنتكلم على ساعة جي شوك دي ممكن تلبسها في تحت تي شيرت مثلا بولو، مثلا على قميص، على بدلة، على جاكيت، على اي حاجة. الساعة غير الساعات التانية اللي هي مثلا بستراب جلد او بستراب ستلس. يعني مثلا انت بتلبس حاجة باستيك ستلس، ممكن يبقى ليها يعني مناسبات معينة، ما يبقاش ماسكه كل حاجه، وممكن ما تنزلش بيها ميه، وممكن ما تنزلش بيها في تراب. يعني ممكن لو انت مثلا عمال شقه ما تنزلش بيها في تراب، عشان المفصلات بتاعه الاوستيك اللي استلس ممكن تنشف تتجمد، فتضطر انت تنضفها كل شويه، غير الاوستيك الرابر. وفي نفس الوقت العكس، لو جبت اوستيك جلد، لو جبت ساعه باوستيك جلد ممكن ما تعرفش تنزل بيها ميه، ما تعرفش تتحرك بيها في وسط طينه او تراب. زي مثلا قلت لسه بنتكلم عن الحاجات زي المهندس المدني اللي هو شغله فيها تراب وفي يعني ممكن في حركه كتير. فمن الافضل ليك، كنصيحه مني ليك، واحد ممكن بيلبس ساعات شويه او واحد بيهتم بالساعات شويه، حاول انك تشتري ساعه جي شوك. جي شوك كويسه جدا، جي شوك مفيده. مفيده من ناحيه ايه؟ اولا الريزن اللي فيها ده ملائم للجلد، مش بيعمل اريتيتنج، مش بيخليك تقعد تهرش وبيخليك تقعد تتعفرت من الساعه اللي انت مش حابب لبس الساعه. كمان ان في الجو الحر، يعني في الجو الحر اللي احنا فيه ده دلوقتي، ان انت ممكن وانت لابسها هتعرق طبعا، ايدك هتبقى عرقانه مكان الساعه طبعا، لكن ده مش هياثر على الخامه بتاعه الساعه، ده بالعكس هو هيفضل زي ما هو. غير الساعات الجلد، الجلد كل ما بتعرق فيها اكتر، او ساعة جلد كل ما بتعرق فيها اكتر، كل ما الجلد بيشقق وبعد كده بيتقطع على اللونج ران. فانت كده بتوفر حاجات كتير قوي. ساعة هتعيش معاك، مش بتأثر بالمية، ما بتأثرش بجلد، ما بتأثرش بطين، ما بتأثرش بتراب، وفي نفس الوقت ساعة قوية. ساعة لو انت دخلت بيها كده في الحيطة او خبطتها كده خبطة شغالة زي الفل، ما بتقفش. غير الساعات برضو الاستلس، ما هو برضو الساعة الاستلس مهما كانت قوية، لو انت خبطتها خبطة ممكن تتكسر، ممكن الاستلس يعني
يحصل مكانه كده زي خبطه كده من جوه باينه قوي ان هي نقره كده في الاستانلس، فبتبقى شكلها مش حلو. لكن الساعات دي بتبقى زي كاوتشوك اللي هي بتبقى رايحه جايه كده، اللي هي ايه فليكسيبيليتي، ان هي بتخبط وترجع، فدي تبقى حاجه كويسه قوي. لا الساعه كويسه، الساعه ممكن تنزل بيها ميه زي ما احنا اتكلمنا في المميزات بتاعتها، غير بقى الفيتشرز اللي جواها او اللي هي المميزات اللي جواها. فيها ستوب ووتش، فيها اكتر من 8، فيها يجي حوالي 48 دوله ممكن تظبط عليها ساعه او جي ام تي، فيها تايمر، فيها في موديلات طبعا بقى بتشتغل بالطاقه الشمسيه والتاف سولر، وفي موديلات طبعا بتشتغل اللي هي المد والجزر القمر، حاجات كده خرافه. لكن احنا بنتكلم في الستاندرد اللي هو اللي انت بتشوف الساعه كام، وفيها لايت، فيها لايت اللي انت تشوف في الدنيا ضلمه، وهكذا. احنا بنتكلم على ستاندرد، ما بنتكلمش على جي اي 100، الموديل اسمه جي اي 100 وفي كام موديل تاني، ده موديلات ستاندرد. دي موديلات مش محتاجه تبقى فيها اوفر كواليفايد او اللي هي فيها فيتشرز انت بتستخدمهاش، لا احنا بنتكلم عن موديل كويس جدا وموديل مناسب ليك ومناسب لاحتياجاتك. الجي شوك ان شاء الله هحاول انزل لها ريفيو. الجي شوك اللي انا لابسها دي جي اي 100، ده موديل اهو، اهو ده قريب للكاميرا اهو، نرجع لورا كده اهو. الموديل ده قوي جدا، انا ان شاء الله ناوي اعمل له ريفيو قريب. ان شاء الله لو انتوا عجبكم يا جماعه اللي انا اعمل له ريفيو، اتمنى بس تكتبوا لي في الكومنت اللي انت تعمل لي اعمل ريفيو للجي اي 100، وعندي كام جي شوك تاني اللي انا ممكن اعمل فيها ريفيو. وان شاء الله ان شاء الله يعني اتمنى بس ان هي تعجب حضراتكم، بس اتمنى ان انتوا تقولوا لي بس تكتبوا لي بس في الكومنت اللي انا اعمل مراجعه ولا لا على دي، ان هي مراجعه بالتفصيل. الجي شوك سعرها حاليا في مصر في التوكيل حوالي 3000 جنيه او 3200، مقارنه بالساعات السويسريه واليابانيه اللي بتنافسها. انت لما تيجي تتكلم لو انت هتجيب مثلا ساعه سويسري ممكن هتوقفك حاجات كتير قوي من اللي انا بتكلم فيها في جي شوك. جي شوك كويسه رياضيه، تلبسها على تي شيرت ويبان ان انت عندك ماسلز يعني عضلات وكده، وممكن تلبسها على بدله. انا بشوف دلوقتي ناس في الكوربريت والريبريزنتيف اللي هم الناس اللي بيمثلوا شركات بيبقوا لابسينها في ايديهم، حاجه شيك قوي قوي قوي. اتمنى بتكلم جد والله، اتمنى ان كل الناس تهتم بالساعات شويه، تهتم بمظهرها. الناس هنا اغلبيه الثقافات في مصر في الساعات بتبقى قليله شويه. لو انتم عايزين اي حاجه يا جماعه اي كومنت اكتبوه لي يخص الساعات وانا تحت امركم. انا عندي خلفيه بسيطه في الساعات، وان شاء الله هبقى اعرض معاكم كل ساعه هعمل لكم ريفيو ليها، وان شاء الله هفيدكم فيها باذن الله. وبحيث ان هو واحد متردد عايز يشتري ساعه ان شاء الله، ان شاء الله لا هنقطع الشورت في البسين زي ما هو بيقولوا او الشك باليقين ان شاء الله. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو في اي كومنت او اي حاجه او اي استفسار سيبوه لي تحت في الكومنتات، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. وطبعا لو الفيديو عجبكم ما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب في القناه او اشتراك في القناه، ولو عجبك اكتر يا ريت تنشره ما بين اصدقائك عشان اللي مهتم يشتري ساعه ايه يعني يتفرج على الفيديو ده، ممكن الموضوع ده يعني يبقى يقين عنده وان شاء الله ينزل يشتري، وان شاء الله ممكن يعني ايه يكتب لنا اللي انا اشتريت ساعه والدنيا بقت كويسه وان شاء الله. شكرا جدا ليكم، معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.